ينطلق شوط جديد من أشواطنا لهذا اليوم الذي أعلنت انطلاقته من خلال هذه اللحظات 11 في المجموع الخاص للبكار اللقاية المحليات الأصايل. انطلاقة موفقة نتمناها للجميع. نسير بكم مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام إلى المراكز الأولى المتقدمة وإلى الصدارة على مقدمة الشوط. تنطلق به زعفرانة سعيد بن سالم بالمر الينيبي الذي يطلق زعفرانة على مستوى المركز الأول، بينما في المركز الثاني تقدمت الهبيبة سالم بن حمد بن قريع بالروس العامري. النقلة التالية إلى المركز الثالث لنجد الوصول من خلال هذه اللحظات كيف سعيد بن حمد بن قناص العامري، ورابعا هذه القادمة الشاهنية أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي على رابع المراكز، بينما في المركز الخامس تتقدم به وعد فالح بن ياسر بن فالح الشامسي على خامس المراكز. النقلة التالية إلى المركز السادس، هنا التقدم من خلال هذه اللحظات القادمة السيدة ياسر بن حسن بن علي المهري على سادس المراكز، وسابعا تسللت فيافي حمد بن مبخوت بن حمد بن يعيل المنهالي الذي يتقدم من خلال هذه اللحظات. المركز الثامن سمحة سعيد بن محمد بن قضيب العليلي القادم في هذه اللحظات، وتاسعا تقدمت من خلال هذه اللحظات الوصول والوجود من لفح مبارك بن عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، وهناك على الزاوية اليمنى هقوة صالح بن حمد بن سعيد بن غصنة. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى المتقدمة بانطلاقة هذا الشوط وتحدياته. الكل حاضرا بقوة في تنافس سن اللقاية من مسافة الخمسة كيلومترات. انتصفنا المسافة، هنا نتابع هذا الشوط ونعود بكم إلى المركز الأول إلى المقدمة والصدارة في المركز الأول. تنطلق به وعد 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 كالرعد، تنطلق بمقدمة الشوط فالح بن ياسر بن فالح الشامسي الذي يطلق هذا الاسم على مقدمة الشوط والمركز الأول على مقدمة الشوط، بينما شعار الينيبي ياتينا ثانيا على ظهر زعفرانة في المركز الثاني. سعيد بن سالم بالمر الينيبي يتقدم بهذه اللحظات على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث هناك الوصول القدوم من الشاهنية على مستوى المركز الثالث أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي، رابعا كيف سعيد بن حمد بن قناص العامري على المركز الرابع يتقدم بهذا الشعار الذي يعلن حضوره على رابع الأسماء في هذه اللحظات، بينما في المركز الخامس الهبيبة سالم بن حمد بن قريع بن روس العامري الذي يقدم لنا هذا الاسم التراثي الممتاز. هنا الهبيبة تتقدم إلى المركز الخامس من خلال هذه اللحظات. نتابع هذه الأسماء عبر قناة ياسر الرياضية، عبر قناة ياسر الرياضية حيث تتابع لنا هذه الأسماء القوية وهذه الشعارات المتناثرة والمتواجدة على أرضية هذا الميدان. نشوف الوصول القدوم في هذه اللحظات بوجود العفريت خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يتقدم مع العفريت. تصل في هذه اللحظة القادمة الهايشة حمد بن مسلم بن حمد بن متعب العامري يتقدم بن متعب مع شعاره الذي يدل طريق النواميس دائما وابدا. اشوف الوصول في هذه اللحظات والقدوم من وجود الصباره عبد الله بن خلفان بن دويس الشامسي، بدت هناك تقدمت خيره محمد بن صغيرون
بن حميد الدرعي، محمد بن الصغيرون بن حميد الدرعي يتقدم في هذه اللحظات. هذه هي النتيجة، نعود بكم من جديد مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام إلى المركز الأول وإلى الأمتار القادمة الخطيرة للغاية. ولكن بن فالح بن فالح بن فالح ما شاء الله تبارك الرحمن يقدم لنا هذا الاسم، يقدم لنا وعد، الله على وعد، الله الله يا وعد على المركز الأول على مقدمة الشوط بدون أي حركة وهي تتقدم بهذا الأداء الرائع. فالح بن ياسر بن فالح الشامسي، بينما المركز الثاني كيف سعيد بن حمد بن قناص العامري يريد أن يقرص هذا الشوط بهذا الاسم الثالث. تقدمت في هذه اللحظات القادمة الشاهنية أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي، الثلاثية الثلاثية المميزة، الثلاث اللي بهزال اللقاء. هنا نتابع هذا الأداء، غيرت إلى الصدارة هنا الشاهنية أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي الذي يطلق هذا الاسم. المحاولات من شعار بن فالح والمحاولة كذلك من شعار بن قناص، ولكن المقدمة مع الشاهنية أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي الذي يطلق الشاهنية على مقدمة الشوط على المركز الأول في هذه اللحظات المميزة. نتابع إلى أين، إلى أين الانتصار؟ ولكن الدرعي، الدرعي بن قناص يعود مرة أخرى في هذه اللحظات. بن قناص بن قناص يقنص الشوط في اللحظات الأخيرة. الله سلام سلام يا مالك كيف سلام، تهانينا يا سعيد بن حمد بن قناص العامري المركز الثاني يذهب إلى انطلاقة الثاني الشاهنية أحمد محمد بن ناصر الدرعي، بينما في المركز الثالث يذهب إلى الثالث يذهب إلى وجود وعد فالح بن ياسر بن فالح الشامسي، بينما في المركز الرابع هناك بحضور الهايشة حمد بن مسلم بن متعب العامري، والخامس يذهب إلى لفح مبارك بن عامر بن عفصان المنصوري. عودة بالتهنية، التوقيت الزمني 7:36، 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لمالك كيف سعيد بن حمد بن قناص العامري الثاني الشاهنية أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي، 7:36، 8 من الأجزاء من الثانية، بينما في المركز الثالث 7:37، 6 من الأجزاء من الثانية كانت به وعد فالح بن ياسر بن فالح الشامسي. تهانينا والناموس للجميع. التواصل مستمر أيها المتابعون جميعا في كل مكان.